كيقول كل كاين حالات تقريبا 50,000 بين 30,000 حتى 50,000 كنلقاو على الصعيد. حضرنا لهذا اللقاء اليوم التحسيسي حول المرض ديال الهيموفيليا. كيعرف الجميع بان الهيموفيليا واحد المرض مزمن اللي عنده علاقه بالدم، يعني كيكون واحد العامل اللي مسؤول على تخثر الدم، كيفتقدوا هاد الناس المصابين بالهيموفيليا. وانا كطبيب اختصاصي كان التدخل في التغذيه، كان التدخل ديالي حول اهميه ديال التغذيه في المواكبه ديال العلاج ديال هاد الناس المصابين بالهيموفيليا. كيعرف الجميع بان التغذية عندها واحد الدور كبير لهذا المرض ديال الهيموفيليا، خصوصا كيكون واحد الارتفاع ديال الوزن، واحد السمنة اللي كتكون عند هاد الناس اللي مصابين بالهيموفيليا، لان كتكون الحركية عندهم ناقصة، وبالتالي كيرتفع الوزن. وكنعرفوا بان ارتفاع الوزن كيسبب واحد الضغط على العضلات وعلى المفاصل، وبالتالي كيكون نزيف داخلي اللي كيأثر على المستقبل العضلي وعلى العظام ديالهم. وبالتالي خاص تكون واحد المواكبه تغذويه من طبيب اختصاصي في التغذيه لهاد الناس المصابين بمرض الهيموفيليا، زياده على التتبع من طرف طبيب معالج. كذلك عطينا نصائح للاباء والامهات ديال الاطفال المصابين بهذا المرض ديال الهيموفيليا، باش تكون واحد التغذيه متوازنه غنيه بالفيتامينات بحال فيتامين بي سي، فيتامين دي، وكذلك فيتامين ك اللي كيلعب واحد الدور كبير فيما يخص التخثر ديال الدم. كذلك نبهنا باش ياخذوا اغذيه غنيه بالحديد، لان الناس كيتصابوا بواحد النزيف متكرر، وبالتالي الكميه ديال الهيموغلوبين كتنقص في الدم ديالهم، وبالتالي خصهم ياخذوا اغنيه الغنيه بهذا الملح المعدني والحديد. اليوم اجتمعنا في هذا اليوم التحسيسي التواصلي والاجتماعي للتعريف بمرض الهيموفيليا وللتحسيس والتوعية بمخاطر هذا المرض، والتحسيس بأهمية العلاج الدائم والمراقبة الدائمة والمستمرة مع الأطباء. هذا اليوم تم تنظيم ديالو من طرف الجمعية المغربية لمساعدة مصابين الهيموفيليا فرع سوس مسا، بالمشاركة مع وزارة الصحة ومع الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية للمساهمة في الرفع من درجة الوعي والتحسيس للمرضى الهيموفيليا والعائلات ديالهم والمحيطين بهم. اليوم عندنا احتفال أولا بالذكرى ديال عيد العرش، ثانيا عندنا لقاء تواصلي وتحسيسي وتواوي وعلمي للمرضى ديال الهيموفيليا اللي هو تحت شعار مرضى الهيموفيليا نحو العلاج آمن ومستدام. وبهذه المناسبة حنا تواصلنا مع المرضى والعائلات ديالهم، وكاين واحد النقطة أخرى اللي هي أساسية، هي اللي عند المرضى المصابين بداء الهيموفيليا هي التغذية. حنا دابا الحمد لله وصلنا لأن التغذية راه عندها دور مهم من أجل الوقاية والعلاج. بالنسبة للخطورة ديال هاد المرضى ديال الهيموفيليا، انهم دائما خصهم العلاج اللي هو مستعجل، اللي حنا كاين واحد مركز في مستشفى الحسن الثاني اللي كتكلف بهاد المرضى. وحنا الحمد لله بهاد الحكومة ديال سيدنا انها دارت تغطية شاملة ديال الامراض المزمنة، وان الهيموفيليا داخلة من ضمن هاد الامراض. والحمد لله ان كاين الناس دابا ولاو انهم كيتعالجوا يعني تقريبا 90%، الحمد لله. المريض او بالنسبة للمحيط ديالو باش ما يكونش هناك مضاعفات، او باش نزيدو حدوث هاد المضاعفات. دونك هاد